كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عن اقتراح قانون خاص للوقاية من الاتجار بالبشر، والذي اعتبرها ظاهرة دخيلة عن المجتمع الجزائري وللاتساق مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها البلاد في هذا الإطار، والتي تلزم المجموعات الدولية بسن قانون خاص للتصدي الظاهرة، ومشيرا أيضا أنه تم استحداث سنة 2016 لجنة وطنية أوكلت لها نفس المهام، كما سيتم بموجب مشروع القانون المعروض على المناقشة منحها صلاحيات أوسع.